مرحبا في الخبر بقية هذا المساء. سنتناول تعقيدات المشهد الليبي في ضوء بدء مسار جديد لتشكيل حكومة جديدة من قبل فتحي بشاغة، وأيضا في ظل المواقف التي عبر عنها كل من عبد الحميد البيبة وخالد البشري رئيس المجلس الأعلى للدولة. كيف ستكون الانفراجة لهذا الاحتقان السياسي؟ في الخبر بقية 8:30 بتوقيت القدس، 6:30 بتوقيت غرينتش. معي أنا نجلاء أبو مرعي على شاشة التلفزيون العربي، وبإمكانكم متابعة البث المباشر على قناتنا على يوتيوب.